قدام عيونك تضحك لي مع الدنيا بتحلى، وانت سارق قلبي وعقلي والقمر مرافقنا، ونجوم الليل بتندالي يا حلوي يحميكي الله. ليلي من رام الله، قدام عيونك تضحك لي مع الدنيا بتحلى، وانت سارق قلبي وعقلي والقمر مرافقنا، ونجوم الليل بتندالي يا حلوي يحميكي الله. طيب، من هذه الموسيقى الجميلة واللحن الجميل منتابع مع الوقفاتنا، وقفاتنا الفنية والموسيقية، وفيش أحلى عفاف من الإصدارات الجديدة بالذات في أيام العيد، وبالذات من مبدعي بلادنا. وهالأغنية اللي كنت تدندنها يا مصطفى فعلا هيك مميزة، وعم بيكون في إلها ردود فعل أكثر من رائعة. أكيد هالأغنية بصوت الفنان الشاب الواعد غزل الغريب، وأيضا كلمات وألحان دكتور قاسم يونس، وبدنا نقول ألف مبروك لغزل اللي صارت موجودة معنا باستوديو الباب على الباب. فيك وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير. أولا غزل بطلت واعدة خلص، صارت معروف إنه هاي مشروع نجمة فلسطينية جيلها بيحتم علينا نقول. مبروك العمل اللي من رام الله، شو لازم يعرف الجمهور عنه؟ أول إشي عمل كتير تغلبنا تعملناه، هاي أول إشي، لأنه كان كتير صعوبات. أول إشي من تسجيل أخذ معنا كتير وقت، ودكتور قاسم تعب كتير معنا عشان يكون الفيديو كليب من أحسن الفيديوهات كليبات، من تصوير، من إخراج، من إنتاج، من توزيع، حتى جاب تيك توكر كيف ما شفتوا كمان اللي هن معروفين اللي برضو هيك يحركوا شوي الغناية يعملوا جاو، وهيك هاي الشغلات المجبورين. والغناية حلوة كتير وبتعلق بسرعة هيك بالأذهان، وأنا كنت أحكي لغزل أنا لحالي اللي يمكن 10,000 فيوز بدي أخذ عليهن. غزل، ليش شدتك الكلمات؟ يعني أكيد بتخيل بصير إنه دكتور قاسم بكتب الكلام في لحن بعرضه عليك بتتناقشوا، شو شدك بهاي الأغنية؟ أول إشي إنها فلسطينية طبعاً، هاي أول إشي. تاني إشي أنا ودكتور قاسم صار في عنا هيك بناتنا كتير ثقة قوية إنه شو ما يعمل دكتور قاسم بعرف إنه رح تلبق لغزل، وبعرف إنه رح تنجح، وعارف شو بالضبط رؤيته لقدام بالغنوية، فصار في ثقة كتير بناتنا، وأول ما ورجاني الكلمات واللحن وكل شيء هيك صار في تواصل بناتنا وحبيتها. أما اللحن تعني نقول شوي كان إنه ما كنتش أقدر أورجي قدرات صوتي فيها، وهي سريعة فما كنتش متعودة كتير على هاي الغنانة، بس بالآخر حبيتها بعد الفيديو كليب والتوزيع وكل شيء، فهيك الإشي صار. طيب جميل، كلنا في ثقة كبيرة بدكتور قاسم وبنصوصه وما يقدمه لصوت غزل، ولكن وين غزل بترتاح؟ يعني بين الدراما الموجودة بإشهد يا ليل، وبين الطرب الشعبي اللي بميل على بلدي، وبين ليلي من رام الله اللي هي أغنية راقصة أقرب للصيفية، خلني أقول كمان فيها نوع من الرومانسية، وين تستمتع أكثر في التسجيل؟ شوف يعني كل واحدة هي إلها ستايلها الخاص وإلها ناسها. كل أولادي هذا جوابنا. لا، كل واحدة إلها ناسها. موافقين. إسا أنا تعقول لك أنا مني وعلي، مثلا حبيت شوي بيجي هذا زي مرق المرق وإشهد يا ليل، أما ميل على بلدي وليلة من رام الله إلها ناسها، وبرضو حبيتهم بالعكس، أنا يعني معجبة بغنانية صراحة. والناس حبتها، فهيك الإشي يعني. غزل قديش، وشفت كمان على انستغرام مصطفى عصيرة المنصات الاجتماعية كان في تعليقات جدا لطيفة قد ما الناس حب الغناية، بس اللي من العالم العربي بيسألوا على مصطلحات زي أجرى من عنك مجنون، قديش وصلتك هيك رسائل كمان إنه اللهجة الفلسطينية فيها كلمات اللي مش كتير متداولة؟ صح، وإذا بتشوفي كمان بكومنتات اليوتيوب في كمان كتير ناس هي من بلدات تانية سمعوا هاي المصطلحات صاروا يسألوا إيش هاي، شو سر مري وأجرى من عنك. ناس صارت تجاوبها إنه سر مري هي رايح جاي، وأجرى من عنك إنه عشان هيك. فهيك الإشي كمان. يمكن عشان هيك إحنا كمان هالقد حبينا الغناية وتواصلنا معها، فيها إشي كتير بشبهنا إن كان بموسيقاها بالجو بالفيديو كليب وبالكلمات. صحيح. غزل، تصوير الكليب وين تم وبأي ظروف وبقد أيام؟ صورنا إحنا بيوم، بس يوم طويل طويل كان، يعني رحنا أكثر من محل، وكان تصوير بنابلس بمطعم رمان، ورحنا كمان صورنا عند بانا فيلا اللي هي ميك أب أرت طبعاً غنية عن التعريف، وين كمان صورنا؟ بس هيك محلين بيوم طويل. ردود الأفعال كيف عم بتكون غير السؤال عن المفردات؟ نشكر الله لحد إسا كله تمام، التفاعل كان كتير قوي عليها، وكتير الناس حبتها، إنه فيها كمان مصطلحات سر مري وأجرى من عنك قليل ما بيلاقوا بهيك غنانة.
وكثير كثير وصلني تعليقات حلوه انه من لبس من عمل راقي كل هاي الشغلات. غزل هو مش معيار بس تعال نقول واحد من المعايير الهامه اليوم العالم الرقمي، وما شاء الله يعني كنا نحكي قبل الهواء انا ومصطفى قديش هيك هذا الدمج واللغه المشتركه بينك وبين دكتور قاسم يونس دائما بضرب بلغه السوشيال ميديا، بيعلق عند الناس. قديش عم تنبسطي كل يوم الصبح لما بتفوتي وبتشوفي انه عم بيزيد كثير المشاهدات والفيوز والتعليقات الحلوه؟ طبعا كثير يعني قديش بدي اقول لك، مش اقدر اوصف لك قديش بكون مبسوطه، ودكتور قاسم نفسه كمان بيكون مبسوط بالتفاعل وبالتعليقات وبكل هاي الشغلات. سعادة في النجاح دائما بننبسط، السؤال لما بيجيبش تعليقات مثل ما احنا بدنا، يعني هل صار في قلق مرات من عمل مش جايب الفيوز باول يومين، مش عم بحقق النتيجه اللي انت كنت تتوقعيها؟ شوف انا بما اني راضي من العمل بتفرقش شو ما يجيب معي، بس طبعا بحب اني غزل بيناتنا بضل نطلع تطلع ثاني يوم بصيبني احباط شوي. طيب هاي هو يعني بس لا بس بما اني راضي بالعمل خلص شو ما يجيب عن جد تفرقش معي. هذا عمل وحبيبتي غزل، انا دائما عندي يعني هذا السؤال بتبادر لذهني وبالذات من حدا صغير بالعمر مثلك، كثير بنسمع الفنانين بلقاءات اللي بيقولوا اول ما سمعت اللحن اول ما سمعت الاغنيه عن جد هيك بيصير؟ يعني انسي انه ثقتك بدكتور قاسم احنا كثير ذكرناه، نوجه له تحيه ونعايده اكيد، بس عن جد هيك بيصير؟ يعني سمعت الكلمات سمعت اللحن قلتي انا ملاقي حالي بهي الاغنيه؟ في صراحه في غنانه هيك وغنانه هيك. أوكي. كيف حكيت لك ليلي من رام الله مش كل هالقد كنت، بس كيف ما قلت لك عندي كان ثقه كامله بالدكتور قاسم وأبدأ. رح يطلع غنويه من الاخر يعني، فعشان هيك باشرنا بالعمل ونشكر الله عم تنجح. شو بعدين؟ ايش شو بعدين؟ شو يلا شو بعدين؟ في غنوية ان شاء الله على الطريق احكي مسموح مع انس طباش ان شاء الله، وفي غنوية بعدها كمان غنوية إلي، بس بعد فيش يعني معلومات كفاية عنها وبس هذا الشيء. جميل. بالعالم الرقمي كنا عم نحكي، انت كمان فعاله على انستغرام، انت موجوده في هاي المنصات، قد ايه كمان عم تنجح تضلك موازنه بين شو غزل بدها تقدم من مواد حقيقيه وبين شو غزل بدها تعطي للناس على السوشيال ميديا؟ اكيد مجبور الواحد اول شيء يكون مخلص لمتابعينه ويضل متابعهم باول باول، بس انا صعب علي كثير انه اضل على الانستغرام ومع هاي فاهم كيف انه غناني وهيك. فالصراحة أختي اللي بتقول لي مثلا نزلي هيك اعمل هيك ساوي هيك، لأنه أنا تعال نقول قليلة خواص. صح بس لا جيدة عندها رؤية كأنها مديرة أعمال. تعالوا جيدة كل حد بيشوفها بيقول إنها مش مديرة أعمال، إنها بتفهم بهاي الشغلات وبتعرف رفيقة مخلصة. بالزبط. غزل على ذكر الإنستغرام، أنا مثل كتار من اللي بيتابعوكي بحب هاي الدندنات الصغيرة كمان اللي بتكون هيك بشكل عفوي مرات بالبيت أو بالسيارة أو وين ما كنتي موجودة، وعلى ذكر الدندنات بدنا ندندن إشي هيك مشاهدي الباب على الباب. يعني إلا طبعا في صوت شو بتقترحي لنا؟ مرق المرق يلا. تركت فينا الأيام وتسابنا الساعات وتمرجحنا الأحلام عحبل الذكريات، ترجع الدنيا تجرحنا وجرح جوانا بيعلم وتغرب الناس برحلتنا من غدر نقوى ونتعلم، مرة ظلم ومرة راحة مرة ظلم ومرة حق، مرقت ليالي طويلة مرقت سنين، دمع خدي تقيلي كلها حنين، حتى الوفا صاب وجفا حتى الوفا صاب وجفا، قلبي غلط وعقلي سدى مرق المرق. الله الله يا غزل على الصوت، كل عام وانت بألف خير. وشكرا كثير على هيك انك لبيتي دعوتنا وحضرتي اليوم معنا بالباب على الباب، والف مبروك على جديد غزل. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.